لا اسعد ولا اسمع، اذا بتروح معه ما تلوم الا حالك. ها لك يبعث لك اغش قويه، انا فيني عليك، انا بعرفك بعرفك بديعه. هلا انا بدي اتجوز ولا اتي؟ اتي معناتها انا لازم نقي العروس، صح ولا لا؟ محاميه ما بدي، دكتوره ما بدي، صحفيه ما بدي، بدي عفوفه حتى لو ما كان معها غير سعوديس. ولا انت كرامتك ما بتهمها؟ لك اي بتهمني لا اختي، كرامتي محفوظه لا تخافي. اسعد صهري شو هي؟ لا ولا شو هالثقة العمياء بالنفس هاي؟ اسمعوا يا حبيبي، ما بروح إذا ما قدمت طلب لمرتي وعليها طوع بستين قرش، قال لي روح روح، ما بروح ما بروح، ولا والله بتاكلني بدون ملح، ما يقول لها؟ يا حبيبي روح روح، الله معك أنت وياه، خلي اللي بيسوى واللي ما بيسوى يبهدلكم ويحط من كرامتكم، روحوا يلا. لك أسعد يلا شو بدك فيها، بعدين بنحكي مع بديعة. لا شو رأيك آخذ معي البارودة مشان إذا قال لا أخلعوا طلقة هرب أرضه. لك شبك ولا عم امزح معك، عم لطف الجو، لك عم لطف الجو ولا روح خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليك ولا انا ما شغلت شغله وما قصدي الصغر انت وهو. لا يا سيدي مختار شباب، نحنا دخلنا على بيتك ودسنا بحصاتك. اسمع قول من عندك شو بدك. وحياة اختي ما بدي شيء، بس يعني قلت لعالي هيك بعقلي، قلت بيجي ببارك لك مشان الكلبة انه ولدت مبروك ان شاء الله، بس ما تواخذنا ما لحقنا نجيب هدية. الله لا يبارك فيك ولا زرنطيطة، قول شو بدك من ارضك احسن ما استخدت من بين عيونك زرد. ها لك قولنا بس عيونك بقى حافظها. خيو سيدي مختار، نحن كعائلة بيت الخشروم بنتشرف، بشرفنا انه نتصاهر مع بيت البيسة الكبير، مشان هيك هذا ابن حماية يعني اخوه لمرته. قال شو عم بيقول لي؟ قال قال بده يتجوزها لبنتك يعني كبيت بيسة كبير، ما بعرف انت شو اي ولا لا. قال بشرفنا نحن. انا ما بشرفني وما بدي طاهية، واحملوا حالكم والله معكم ولا تبلوني. ها اي شو عليه ديك ولا مختار؟ بدك تعطيني هي اعطيني، ما بدك تعطيني اتحر، بس يكون بعلمك اذا حدا تاني بيتجوزها غيري بدي اوصه بليله عرسه، يا اما انا يا اما ما فهمي حدا. لا ما قدتي ولا يخلصوا العرسان من الدنيا كلها، ما قدتي بتروح من خلقتي ولا تبليني. عمل لك حاطت ضرب زلت فيها والله العظيم. لك حط نمره صفر اصلا ما فارقه معي، وما فيك تجوزها للان شعفاف الا اذا ارتكبت جريمه فيني، فهمه؟ ايدك انت لا ما في عيو يعني ولا لا تفوزك ولا تزيدك تفوزك. تعال جاهز ما بدك تحكي مع العالم، طلع برا يلا عن لا تواخذنا مختار. سيد المختار بدي احكي معك كلمتين، بس بتمنى يكون رايي غلط وما له صحيح. خيو بهالضيعة ما حلحها ما بحبها، نقطة ولا سطر منيحك. روحوا لها لسه انا قصت الزنطيطة يعطيني دروس. لا لا احسن ما اوصك. ها ماشي، بس على كلين عملنا القيمة للحا، بس هالحا ما رجعنا القيمة. خلاص ابوك يتنق ويبس راسه. بس هو هيك كأنه عم بيقول لي روح اشري ده. خلصي ولي والله ما اسمع هالكلمة تاني مرة من لسانك، لأصل لك يا وزبطوا للكليب. يا أمي أبوي إذا بده يضل مربس راسه هيك أنا بعمري ما بتجوز. سمعتها؟ سمعتها بدونك لهالندل شو حكى سمعتها؟ ولك يا أبو جميل الله يخلينا يا يعني أنت ليش هيك مصعبة؟ من شو بيشكي سليم يعني؟ بكفي إنه فرخ محامي. آه ويمكن يترقى بالمستقبل ويصير قاضي. ياكي ولا ما يصير قاضي، يصير وزير يبريني عن ديني، ما بجوزك له لو بدك تبوري ببيتي. عفاف اتركينا انا وابوك لحالنا. يلا حبيبتي شو بالظاهر لساتك عشقان؟ اه شو قصدك نظميه؟ نصيب لعفاف ما رح يجيها من برا، واذا اجاها بده يجيها مثل صورتك. ليك نظميه قول اللي بدك ياهني، بس بشو اسمه ما تحكيها. يلي بدي اقوله انه سليم احلى شاب بهالضيعه، وباقي له فحص واحد وبصير محامي، يعني اي بنت بهالضيعه بتتمنى تاخده. الله ياخده. ليك عبد السلام انت عم تنتقم منه لانه كنت عشقان عمته وبوقتها ما اعطوك هي. لك يا حاجه بقى هذا الشيء صار من 30 سنه من ايام الولدنه.
بالظاهر مانك نسيان، مشان هيك ما اعطيته بتك. لك حاجه مزرعه نظميه بقى. اذا هذا سليم خلص حقوق شو ممكن يصير؟ ولا دايمان طيب يعني شو الشغلة كيمياء مبينة بده يصير محامي. لك مزبوط كلامك وممكن يصير قاضي عام كمان، بس انا ما هيك قصدي. هذا اذا تطوع بكلية الشرطة وقبلهن بيتخرج ملازم اول وبجوز يعينوهن مدير ناحية ويصير معلمي. ايه ها والله يا مختار احسن ما تجوزها لواح ما عنده شغل غير بالارض، يعني من على بكرة الصبح لو تواخذني يا على الحواش يا على الحصيدة يا على الفلاحة. بقى يا مختار هلا الواح شو بده من هالدنيا كلها غير سعادته ولاده ومستقبله الحلو؟ يعني معقولة يعركستن أمورا ويفشكلها؟ والله يا جماعة من ناحية أخلاقه الصراحة ما عليه شيء. مزبوط يا جماعة؟ مزبوط. على كل حال أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وحلت البركة وكرمال جيدكم الغالي علي كتير كتير، يعني خلاه يشرف بكرة. ليش بكرة؟ هلأ أحسن خير البر عاجله. يا حسون روح جيب لي سليم موجودا. آتي قهوة يا نظمية. راح الهم عن قلبك هلا. آي راح. تعي تعي لبارك لي. شفتي بدي شوفك عروس؟ قولي ان شاء الله. ان شاء الله. اخ نوم ابوي ما يرجع يفور دمه بس يجي سليم. عكل حال اهلا وسهلا فيكم والله يتمم على خير. امين. بس عدم المواخذه بيقول المثل شرطا بالاول ولا قتيلا على البيدار. مزبوط والله. يعني شغله انه ما يشوف خطيبته ما بصير، لازم يشوفها، الشرع والقانون بحق له. بس اسمع يا ابن الناس، بتشوف خطيبتك يا بحضوري يا بحضور امه، والا بعدين بزعل كتير. ها عم تحكي بالاصول يا مختار. بحظي اذا بسمعوا بانه لعب بديله هيك ولا هيك لنزل لك يهني على الفلقه دغري. ما بتقصر يا ابو دهيك. تسلم. ولو يا عمي لك علي ما الا العفو في مرحبا اذا ما سمحت لي. فاتحتك لك ابني وقريناها والبنت خطبناها، اسا بدك مننا شيء؟ محشومي والله ما بنسى لكم هالموقف بحياتي. افرنا بريحه طيبه لك. يلا السلام عليكم مختار. يا ولاد الف مبروك شرفتوا. الف مبروك. الله يبارك فيك خي صالح. الله يبارك فيكم جميعا. برعايه الله. الله معكم. الله يبارك فيكم. مع السلامه. مع السلامه. عمي. نعم. هلا انت الصبح بكره بالبيت. انا من اول ما بنبس الضو رح كون بالفلاحة. واسمع يبريني عن ديني، اذا بتحط اجرك بهالبيت بغيابي لا بنخلى رأتك.